تعرف وزير الصحه من حركه النهض واللي ناب وزير الصحه محمد الكشاوي من حركه النهض. واضح واضح به مراد. لا انا المنظومه الكل مانيش موافقها. كلمه تواطؤ مع السفارات ماهوش حكايه تواطؤ مع السفارات. تو نستعمل كلمه اخرى اسمها التنسيق اللي هي ديما كلمه سحريه وقت تحب هكا تلطف فمك. اي هي صار تنسيق مع جيران تونس بالفعل. مثلا نعرفوا رئيس الجمهوريه خدم مليح على المستوى الدبلوماسي مع ايطاليا، وبالتالي اعتبر انه الدبلوماسيا حاجه باهيه لانه ايطاليا وقفت معنا واحنا وقفنا مع ايطاليا. شو نقف معاه نبدل انا في عون حضره بين عشيه وضحاها كانت حمراء ولات خضراء. ايطاليا هي متفاهمين معنا اللي نحبه بارايور. انا من الناس نعتبره انه حلال الحدود في وقت من الاوقات كان عنده تفسير وكان عنده تبرير وكان قرار في محله، بالرغم ما يقال التوا ما فما حتى بلاد في العالم سكرت على روحها مده 6 اشهر. حتى بلاد قالوا ما زالت سكرت وحلت وعاودت سكرت وتزير حلت زادت. عموما هذا بالنسبه ليك عادي انه سفارات تتدخل وما خذت خاطر كما يقول لك مراد دس فاستك معايا عمل لي كذا، هو سفاره تتدخل تهبط من الاحمر للاخضر عادي؟ نعم سي نور الدين البحيري. لا لا هو اللغه ضربين اللغه نتاع نور الدين البحيري التوات جايب هكا. إيه لغه نتاع نور الدين البحيري حب يجيب روحه ماهوش تواتم فهم حتى هو موجود ولا تنسيق. هو تنسيق قاعدين يخدموا بتنسيق. وكما قال سوني يا اخي هاك انت في وسط يا اخي سامحني يا اخي فما ابره بيه تتعين في خيط يا ولدي. هو حطه معاهم وراجل غنوشي معاهم نحكي على المبدا ككل الناس اللي تسير. انا تو مش قاعد نسمي لا فيفا ما فماش تواتم فما تنسيق. الوزاره الخارجيه تونس تخدم على كلمه برك نحب نقول الضغط نتاع السفارات نجموا نتبعوه كي نجموا نتبعوش. روسيا اليوم رافضة 1000 طالب تونسي باش يلتحقوا بجامعاتهم في روسيا. علاش؟ على خاطر روسيا اتحطت قائمة حمراء. واضح. فوالا. يا راه فانا توا نور الدين البحيري عنده الحق راه كي قال اما اغزر مراد يقول لك فما تنسيق. وانا ما نحبش نسمي يا راه فما كرونيكور عندك شدوه معناتها بزلات وشدوا بالتحديد نور الدين البحيري في جنينة راشد الغنوشي متسلل دار راشد الغنوشي بكاقول مع المخابرات الفرنساوية. باش يضغطوا على راشد الغنوشي وعلى قيس سعيد وقيس سعيد وكل كرونيكور يا هو اللي قاد المخابرات الفرنسيه في تونس. يحمل الجنسيه التونسيه والفرنساويه. كان يخدم في سبور. كان اي كان في كانال بلوس الراف من بعد خليتك هكا رانا شكينا في الناصر شويه معناها. لا اي الراف تنسيق بربي يخلي عليك احكي زي العصفره على الدوموند شنغن باش نعمل على الفيزا. اكثر من فوك علينا فوك علينا. انا ارى انه كلام النوع هذا خطير وما نعرفش